بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب الصف السادس. في اليوم معادنا مع درس الصوتيات فونكس في الوحدة الخامسة. بنتعرض لصوت من الأصوات الجديدة وهو صوت مشابه لغيره. تعالوا نسمع ونشوف صوت الان أما يجي بعدها كي والان أما يجي بعدها جي. هنقول انك وانج. تاني انك وانج. خلاص. فصوت الان كي ان انك، صوت الان جي انج، وصوت السي اما يجي وراها كي، السي كي نطقها زي حرف الكاف باللغة العربية ك روك، وزي روك، وزي كمان باك، زي روك وزي باك بمعنى الزهر، وروك بمعنى الصخرة، وزي كلمة كلوك آخرها سي كي ساعة الحائط، وزي كلمة دك يعني البطة دي يو سي كي. فصوت السي كي زي صوت الكاف باللغة العربية. تعالوا نسمع ونحاول نكرر عشان نتدرب على الصوت والنطق بالطريقة الصحيحة. Listen to words that end in NK, NG, and CK. Think, ring, rock. Think, ring, rock. Good. Now do it again. Think, think. Ring, ring. Rock, rock. لاحظ ان صوت الـ NG يعني لا تنطق حرف الجي بشكل ثقيل، ما تقولش رينج رينج، ما تنطقش الجي، قول رينج رينج، كأن صوت الجي ينطق بطريقة خفيفة جدا جدا لا تكاد تلاحظ. بعد كده عندنا إكمال الحروف الناقصة حسب الكلمات الموضحة الصورة. تعالوا نسمع ونشوف الأرقام، نعلم على الرقم وكمان نكتب الحروف بتاعة الكلمة. 3 clock clock 2 spring spring. يبقى 2 spring فصل الربيع اللي فيه تتفتح الأزهار وتظهر المناظر الجميلة في الحدائق، يبقى spring number 2 نكتب i n a g spring. يلا اللي بعدها. 3 thick thick. بعد كده عندنا thick thick بمعنى الشيء السميك، يعني الحاجة اللي تكون سميكة، سمك يعني ان الحاجة تكون ليها عرض كبير وواضح وليها سمك يعني، فهتكون كمان نمبر 3. اكتب 3. يعني ايه 3؟ يعني ايه 2؟ يعني 1؟ 3 يعني تابع للصوت سي كي، و2 يعني تابع للصوت ان جي، و1 تابع للصوت ان كي. اللي بعدها 2 swing swing مرجحة swing اكتب 2 وان جي 1 drink 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 1 ink 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 معناها المحبرة او الحبر 3 back back اكتب 3 يعني back back. قلنا واحد المكتوبة دي مش حرف ال L ولكنه ولا اي، ده رقم واحد يعني واحد تشير الى صوت ال N K. 2 wing 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 جناح. يلا نعيد ونقول تاني. Are you ready? Let's check. 3 clock clock
Did you write CK? 2. Spring. Spring. Did you write NG? 3. Thick. Thick. Did you write CK? 2. Swing. Swing. Did you write NG? 1. Drink. Drink. Did you write NK? 1. Ink. Ink. Did you write NK? 3. Back. Back. Did you write CK? 2. Wing. Wing. Did you write NG? ننتقل إلى التمرين التالي وهو صورة تشير إلى كلمة خدناها قبل كده طبعا وبنقدر إن احنا نكتب هذه الكلمة اللي بيتم الإجابة عليها إجابة قصيرة بـ yes أو no أو okay. Is this a شايفين صورة؟ أيوه ويل تمام اكتب ويل معنى الحوت قال yes it is هل هذا حوت؟ yes it is Number two, do you like إيه الأكلة دي؟ جبنة صح؟ يبقى cheese C-H-E-E-S-E Yes I do هل تحب الجبنة؟ Yes نعم Is he on the شايفين صورة ايه؟ ايوه ship سفينة S-H-I-B في ثلاث كلمات شبه بعض لاحظهم ويا ريت تكتبهم بورقة وقلم دلوقتي معايا ship سفينة S-H-I-P وفي sheep يعني خروف S-H-E-E-B والكلمة الثالثة shop يعني محل تجاري S-H-O-P رقم أربعة Can you call me on the اللي شايفينه قدامنا أيوة فون أو تليفون بس اختصار فون Can you call me on the phone Okay تقدر تطلبني على التليفون نعم Okay Do you like chocolate Yes I do Do you see a إيه الصورة دي هذا شارك 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 Yes I do هل تحب القرش ايوه نعم يبقى كل الاسئله دي اسئله بهل والسؤال بهل نجاوب عليه ب yes نعم او no او بما يفيد yes او no زي كلمه ايه okay يعني بالطبع او بالتاكيد او sure بالتاكيد وهكذا بعد كده ننتقل الى تمرين المرتبط بهذا الدرس في workbook كتاب التدريبات page 109 صفحة 109 وأول تمرين هيكون listening يعني نستمع إلى الكلمة ونكتبها مع بعض في Goal 39 I can say, spell, and write words that end in NG Spring NK Think CK Clock 1 Listen and spell the words 1 Ring, ring. Did you say R-I-N-G? 2. Rock, rock. Did you say R-O-C-K? 3. Spring, spring. Did you say S-P-R-I-N-G? 4. Back, back. Did you say B-A-C-K? 5. Wing, wing.
Did you say W-I-N-G? Six. Ink. Ink. Did you say I-N-K? يلا هنا جمع بعض الإجابات مرة أخرى. تقدر تستعين بالكتاب لو أنت مش حافظ حروف الكلمة أو ملحقتش تكتب أي جزء منها من الكتاب في الدرس في اللي قلناه فونكس. رقم واحد رينج رينج رينج. رقم اثنين روك 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 صخرة. رقم ثلاثة سبرينج 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 يعني فصل الربيع. رقم أربعة باك باك باك. خمسة وينج وينج وينج. رقم ستة إنك إنك إنك. ننتقل إلى التمرين الثاني. Do you think rock climbing climbing خد بالك بقول climbing ال be silent. Do you think rock climbing تسلق الجبال is dangerous هل خطير؟ Yes طبعا. Yes I do. علم على yes. Number two. Did you eat chocolate yesterday هل أنت بقى أكلت الشوكولاتة بالأمس؟ علمت لو أكلت تكتب yes علم على yes أو ما أكلتش اكتب no. و three. Did you drink a lot of water yesterday هل شربت قدر كبير من الماء بالأمس؟ اكتب yes. 4 Is an elephant white؟ هل الفيل أبيض؟ No. 5 Do birds have wings؟ هل الطيور لها أجنحة؟ Yes. Yes they do. رقم 6 Is there a clock in your classroom؟ هل يوجد ساعة حائط في فصلك؟ حجرتك؟ الدراسية؟ لو موجودة اكتب yes، مش موجودة اكتب no. بعد كده عندنا cross words كلمات متقاطعة على اللي احنا قلناه. يا ترى أول واحدة من على اليمين اللي بالطول هتكون تمام جناح wing ناقصة IN. تاني واحدة من على اليمين بالطول حبر تمام ثلاث حروف بس I ناقصة إيه؟ في I وفي K ناقصة في النص N تمام. وبعد كده الكلمة اللي بالعرض اللي في الأول من فوق اللي في النص دي هتبقى فصل الربيع يعني ايوه اس بي ناقصه ثلاث حروف ار اي ان سبرينج سبرينج الربيع. وبعدين الكلمه اللي بالطول اللي داخله في كلمه سبرينج هتبقى كلمه روك ار مكتوبه اصلا في كلمه سبرينج وفين او مكتوبه وفي كي تحت طب ناقصه ايه بين الاول كي تمام سي يبقى ار او سي كي. آخر كلمة تحت خالص بالعرض هي كلمة back B-A-C-K. كلام سهل كلام مكرر تقدر انك حتى لو ملحقتش تقدر تكتبهم مرة أخرى. missing letter quiz في السؤال اللي على اليمين في البوكس. I have a cute أنا لدي إيه شكلها جميل as a pet يعني حيوان أليف ممكن يكون عندي في المنزل. cat C-A-T كلام واضح هتكتب حرف واحد cat. كده ننتقل إلى page 110 ونلاحظ بعض الأصوات الأخرى الهامة زي صوت الـ SH ش وصوت الـ CH ش وصوت الـ PH في بعض الأحيان ينطق ف وصوت الـ WH ينطق و. يلا نسمع و هنوصل بالصور. شوف دلوقتي ازاي. Goal 40. I can write one word starting with each of the following. SH, CH, PH, and WH, and read them. 1. Listen and practice. SH says sheep, ship, shark. CH says cheese, chocolate, cherry. PH says phone, photo, elephant. WH says
White. Whale. Whistle. Now match with the pictures. شايفين الصور اللي عندنا A B C D E F G H I J K L. كم صورة عندنا؟ كم صورة؟ 12 صورة. وهذه الايه الصور 12 نعمل فيهم ايه؟ كل صورة ليها ايه؟ ليها اسم اسمها G أو H أو A أو B أو F أو L أو I. هنشوف الصورة دي الحروف اللي فيها هل هي SH ولا CH ولا PH ولا WH. لو كان الحروف اللي فيها SH هنكتبها فوق، هنكتب كده في جنب الجملة الأولى مثلا زي كلمة نقول شيب اللي هو الخروف، فهنكتب ايه؟ هنكتب K، يبقى في أول واحدة نكتب K. وإيه تاني عندنا؟ عندنا شيب، هنكتب كمان L، يبقى نكتب K و L. وكمان عندنا إيه تاني؟ أيوة عندنا شارك، يبقى J K L. يبقى في الصف الأولاني الجملة الأولى اللي فيها كلمة شيب وشيب وشارك هنكتب ثلاث حروف J K L. طيب يلا نشوف ايه الجملة التانية اللي فيها تشيز وفيها تشوكلت وفيها تشيري. تشيري بمعنى الايه؟ التوت. يبقى هتبقى جي اتش اي، جي اتش اي. يبقى نكتب في الجملة التانية جنبها ثلاث حروف جي اتش اي. بعد كده عندنا الصوت، بي اتش وهو فون، فوتو، إليفنت. هتكون الصورة هي، الصورة هي ايه؟ الصور بتاعتها ايوه تمام. هتكون A B C. يبقى نكتب في بعد في الجملة الثالثة A B C. هيتبقى ثلاث كلمات اللي في الآخر وايت أبيض، ويل حوت، ويسل يعني الصفارة. خلاص دي بقى دي اي اف، يعني نكتب دي اي اف في الايه في اخر جمله. ممكن نعملها بطريقه تانية. شايفين الصور اي بي سي، هتناسبها اي حرفين من الحروف المذكوره فوق، هتناسبها فون وفوتو اليفنت. يبقى نكتب جنبها بي اتش، يعني ممكن نكتب هنا بي اتش، بي اتش هنا نكتبها. و بعد كده ويل وايت ويسل هنكتب دبليو اتش في دي اي اف. وبعدين جي اتش اي هنكتب الحروف بتاعتها ايه اللي هي عندنا تشوكليت وتشيري. وقلنا تشيري هو الكرز. خلاص الكرز وليس الايه التوت، هو ايه الكرز الايه الاحمر. وبعدين في كلمة ايه تاني؟ تشيز. يبقى جي اتش اي هنكتب جنبها ايه؟ سي اتش. واخر مجموعة من الكلمات في الصور جي كي ال هنكتب جنبها ايوه تمام اس اتش. كلام واضح وسهل. اما التمرين التالي اللي هو رايت ووردز ستارتنج وذ ذا ليترز اس اتش، يعني اكتب لي كلمتين يبداوا باس اتش.
من اللي خدتهم او من ايه من كلمات اخرى. يقول مثال ممكن نقول ايه شوز حذاء، ممكن اقول لك اول واحده وانت تعمل الباقي شوز اس اتش او اي اس، ممكن نقول شيب وشاب وشب وزي ما ايه قلنا قبل كده وشارك، ممكن تكتب اي كلمتين وتعمل لي كمان كلمتين بيبداوا بالسي اتش وكلمتين بيبداوا بالاف بي اتش وكلمتين بيبداوا بالدبليو اتش، وده هيكون ايه هوم ورك بالنسبه لك. والسؤال اللي في البوكس على اليمين عندنا دولفين ناقص ال كان سويم فيري فاست، يعني يقدر يسبح بسرعه كبيره جدا. كده نكون انتهينا من هذا الدرس، درس اليوم ضربنا فيه على ثلاث اصوات بشكل اساسي اللي هم اس ان جي و سي كي و ان كي، وبعدين تعرضنا لثلاث اصوات تانيين اللي هو صوت اس اتش، صوت تش يعني زي ما يكون ت وبعدها شين تش زي اللي هو سي اتش، و صوت بي اتش زي حرف الفي، كمان الصوت الرابع عفوا يبقى هم اربع اصوات دبليو اتش زي حرف الواو، يبقى مجموع السبع اصوات نقولهم تاني سي كي ك ان جي ان ان كي انك اس اتش ش سي اتش تش بي اتش ف دبليو اتش و. كده نكون انتهينا من هذا الدرس درس اليوم، اتمنى نكون الاستفادة عمت الجميع، وإلى اللقاء في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.